أول نقطة نراهن عليها هو الحوكمة المرورية، زرع الثقافة المرورية في أذهان الجيل الصاعد، ثم نركز على قضية التكوين والتكوين المتخصص لأنه أهم نقطة في هذا المجال، وأيضا البحث عن السبل الكفيلة حتى نرقى إلى مرافع الذكاء المروري انطلاقا من ثلاث معطيات. أولى هذه النقاط هي اليقظة المرورية، ثم ما هي الإجراءات الأمنية التي تقوم بها المصالح الأمنية في هذا الإطار، ماذا عن التحليل الإحصائي والمنطقي والبحث عن الأسباب التي تجعل هذه الظاهرة تطفو إلى السطح. ربما نجد دراجات نارية، ربما نجد عدم احترام قواعد السلامة المرورية، لكن أهم نقطة هي قوة التأثير في سلوكات مستعملي الطريق حتى نرقى إلى تهذيب هذه السلوكات.